هاي بنتنا يا آغا، والبنت ما بتنباع. بس البنت بتتجوز يا آغا. من عدلها كفوها. نحن عنا العدل والكفو. عندك؟ عندي الأزرق الصقلاوي الجدراوي. لساته عندك؟ لساته. قديش عمره؟ قرب على 16. بس بتعرف يا آغا هذا عرق ما بيختير. على خيرة الله. والولد؟ بالنص إذا ما بدك تبيع. بالنص إذا الله نجانا ونجحنا اليوم. شو إذا يا أغا؟ أنت عندك لك حيلاني ولو. Thank you.
اليوم ان شاء الله رح انهي كل مشاكلنا معه. طيب واذا كسب اغاي؟ ما رح يكسب. انا عرفت انه بده ينزل بالكحيلاني، بس انا رح نزل له الزرقاء. يه مو صغيره لسه؟ شو صغيره؟ هلا عزه. طيب بركي كسب؟ ما رح يكسب شيء. ليش يعني برايك؟ لانه لرهان على العين الزرقاء، وانت بتعرفي هالعين قديش عملت لنا مشاكل من ايام المرحوم ابوك. وانا اليوم بدي افقي هالدمله، يا النا واكيد رح تكون النا، يا اما لراشد اخر. وبعدين انا محتاجه للعين، محتاجه لها مشان المحلب يلي بدي ازرعه مشان طعمه على الكرز التلياني. طيب ما بصير بغير ارض يا اغاي؟ لك ما بصير، هديك اراضي كروم وزيتون وانا مليت من الكرم والزيتون. بعدين راشد اغا حاجته لازم يرحل عن الضيعه. ايه لازم يرحل. والله قلبي مقموط انا. لا تخافي، كل شي بالجيبة. بعدين العين لمين بدها تكون؟ هذا حكم مجلس الأغوات، ومجلس الأغوات مثل ما بتعرفي حطولنا حل وسط، قال يلي بيفوز بالسبق العين إله. ايه شو عليه منفوز؟ قومي قومي قليله لأبو علي حضر العرباية لأم البس. يلا حاضر. تحركي مطيعة. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا شباب. صلوا على النبي. ما شاء الله يا اخي فرس، يا اخي فرس ما شاء الله. وصلت لغاية يا جماعة. شوف شايف مو جايب المعلقية؟ الهيئة انه جايب شي جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ الاغوات؟ اهلا بست الستات واغاية البر كله. هلا بابن العم. اهلين اهلين بالاغاية. تفضل يا اغاية. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بالاغاية. يا أغوات قبل ما نبدأ خلونا نقرأ الفاتحة. تفضلوا يا أغوات تفضلوا. يا أغوات، نحن مجتمعين هون اليوم مشان نحل مشكل صار له سنين. إن شاء الله ما في مشاكل يا أغا، ولا يهمك. إن شاء الله إن شاء الله. على كل حال مصاري كتير راحت، وعمر بالخوف راح، ودم هالشباب الصغار كمان راح، وإن شاء الله ما بيروح ببلاش. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. والحقيقة إنه هالاقتراح اللي تقدم اليوم هو أحسن اقتراح. بدل ما نلجأ للمحاكم والدوم، بيفصل بين الأغوات الله ومخلوقات الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شو موافقين؟ موافقين موافقين. موافقين موافقين. على خيرة الله. على شو رهان يا أغاي؟ على العين الزرقاء وأراضيها.
على شو رهان يا آغا؟ على عين الزرقاء وأراضيها. يا إلنا يا للأغاية. لازم الأغوات كلهم يعرفوا. سامعين يا أغوات؟ سامعين. ما بكفي. موافقين؟ موافقين. الأوراق جاهزة يا أغاية؟ جاهزة يا آغا. أبو علي. نعم يا أغاية. جيب الأوراق والعقود والوكالات وورجيهم للأغوات. يلا. حاضر أغاية. حاجي تعاتبني استمن العتاب، ومن كتر ما حملتني هالجسم ده، حاجي تعاتبني وإذا بدك تروح روح روح روح، وأنا قلبي تعود على عذاب، علمت قلبي من الطفولة يا هوى، وما اطلعت هالعين إلا عحما، والله بيشهد ما ضحكت مرة لسواك، وليش بتضلك تفتح لي بواب. ورا الياسمين رح تصيري سلمى تانية إن شاء الله. إن شاء الله. لك إن شاء الله بتصيري ختيارة مجنونة، لا ولد ولا تلد، تسلي بالياسمين وتعيشي مع الحساسين بس. يا ريت يا ريت. إن شاء الله بينملها هالدم بالدم يا محرومة الفرح. روحي منوشي، روحي منوشي. رايحة. ولك إذا بدي ينصف عمري من حدا بيكون من هالبنت، كنا مو من هالعائلة. شفتي شفتي لكن هي عشرة العمة سلمى، هي عشرة أم الياسمين. المهم تعي لقلك. ايه كملتي تطريز التخت؟ رح يصير جاهز. شو ايه الأغاية مستعجلة عليه، هذا من جهاز الأغا. ونحنا شبنا نحنا؟ نحنا كمان ما لازم نعمل جهازنا؟ بعد الأغا يا بديعة، بعد الأغا. مو هيك الأغاية بدها؟ أكشف. هاي مو المعلقة. معك حق، هذا لك حيلان. إمتى جابته؟ تعرفه؟ بعرفه، هذا مولود بالرقة، مو بهالأراضي منور. أمه، أبوه؟ أمه معنائية، وأبوك حيلان. إذا سمحت يا أخا خلينا نبدأ السبق. تكرمي يا خانم. بسرعة. عن إذنكم يا غوات، أم حاتم بقرتها عم بتخلف. السلام عليكم. الفرسان جاهزين؟ جاهزين يا أغا. السباق من هون لمبرك الحجر 3 مرات، واضح؟ واضح. الشهود موجودين عند مبرك الحجر؟ مرون أكثر من ساعة يا أغا. بسم الله. هات الأراجيل يا ولد. صب القهوة. تفضل يا غوات. سيد الأصاري سمك يا بني، تلعب بالمية لعبك يعجبني،
تلعب بالمية لعبك يعجبني يا سمك بني ترررم صيادك ماهر بياعك شاطر ووجودك نادر محلك يا بني ووجودك نادر محلك يا بني يا سمك بني. لوين؟ رايحة لعند عمتي سلمى، حابة جن واغرق بالياسمين بخاطركم. لازم ينشر بالفي مشان ما يسود بسرعة وما ينشف بسرعة. سلموا إيديك. نيالك يا عمتي على شو؟ ريحتك كلها رضا. رضا؟ ليش في ريحة للرضا؟ طبعا لما بيكون يعني هلأ ببيتنا كيف ما فتلت تشم ريحة حزن كره كآبة. أما هون قصدك ريحة الياسمين؟ لا ريحة الياسمين هي لحالة، أنا عم بحكي عن ريحتك أنت، ريحة بدنك ريحة قلبك. الله ما أحلى ريحة الرضا، يا ريت فيني أحصل عليها. ليش أنت شو ريحتك يا عمتي؟ أنا؟ في ريحة حلم، ريحة حب للحياة للفرح لأشياء كتير. أما أنتي في أنا من زمان من أيام المرحوم أبوكي ودعت كل شيء، الطموح والفرح. الله يحميكي ويبعد عنك أذى سعاد. عمتي بعرف مو حلو الواحد يحكي للولاد عن أهله، بس أمك كانت ظالمة، ظالمة كتير ظالمة. الله يعينها. هي انظلمت بالأول، بس بدل ما تساعد المظلومين صارت هي الظالمة، وأول مين ظلمتهم نفسها. بعدين ظلمت جوزها وأهلها. الله يحميك يا عمتي، الله يخلي لك حلاوتك وشبابك. هلأ أنا حلوة يا عمتي؟ كتير تشبهيني وقت اللي كنت صغير، بس المشكلة إنه الحلاوة تلتينا شباب، وإذا الشباب راح هيك ما بيعود للحلاوة. إيه؟ قومي قومي شوفي لي هالزيت استوى. إيه هذا بده لسه شي جمع. وهذا مطول، ليش أنت عملتيه؟ ليش ليطول؟ ما بعرف بس لسه مطول. لا هذا حاجته، أكثر من هيك بيتغير، لازم اليوم يتفضل. الله يرضى عليكي، قديش ريحتيني بهالأنف الحلو اللي الله عاطيك إياه. يلا عاوميني مشان ناخذ أجوبة. يلا خليك عمتي. الله يسلم الإيدين. يلا حبيبتي. يا ريتك بين الشباب، يا ريت.
انا بتقديري انه الدول العظمى. هلا ممكن تخلصونا من السياسه والحكي بلا طعمه؟ وحضرتكم عن شو بدكم يينا نحكي؟ عن البقر، المعزة، ولا الحمير؟ لا يا ستي، نحكي بالعطلة وممكن نقضيها. شو رأيكم نطلع نعمل سكي؟ ما في كتير تلج، بعدين المشوار لهونيك كتير بعيد. أنا عندي اقتراح. تفضل. تعزمنا لعندكم على الضيعة. قديش صار لك بتوعدنا وما بتوفي؟ ايه صحيح، قديش صار لك بتوعدنا وبعد ما وفيت رح تتخرج وتضمط. وما بدك تفرجينا الإقطاع تبع بيت رسلين آغا؟ ولو يا ميت أهلا وسهلا. يعني معزومين كلنا؟ أخي وبلا منيتك طريقنا بكشف لك على الدواب تبعكم كلها وببلاش. لك أنا كرمال عيون مريم، إذا بتعزموا طلاب الجامعة كلها أحب على قلبي. لك هذا إقطاع بيت رسلين آغا مو حي الله. هذا بدنا نشوف وين الخيال وين الفرح. انا رايح شوف شو صار. لا قبل ما تروحوا تشوفوا شو صار. بدنا نشوف شو صار بالخيال والفرس. بس في شغله صغيره تعملوها بالاول وبعدين بتروحوا بتدوروا على خيالكم. هذا ابو علي الوراق. تفضل يا اغاي. اختم لي هون اذا سمحت. ما بدنا نشوف شو صار بالخيال. شو يا اغا، رح تتراجع بكلامك؟ مو هيك حكم الأغوات؟ ولا شو خلي الأغا؟ خانهم معها حق. أنا كسبت بالسبق ولا لا؟ كسبتيه؟ خلص لك، أنا اختم لي هون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أغا لا تختم يا أغا. اتفاق اتفاق يا أغا. هالمرة كسبتي يا خان، بس أيام طويلة طويلة على الجميع يا آغا. يلا أبو علي أمرك أخي. وراي يا رجال. يلا يا رجال. سمير سلام. سمير رد على آغا يا سمير. سمير رد على آغا. سمير شو عليه؟ شو عليه عطلته؟ وين الفرس؟ يا مسكينة يا العشيق. أخا أخا شوف يا بي يا بي يا بي يا بي. سيادة الوزير، نحن كل اللي طالبينه أنه سيادتكم تعملون استثناء صغير لحتى نمد عواميد الكهرباء والتليفون لضيعة الرسلاني، ونحن مستعدين نتحمل كافة التكاليف من تمن الأعمدة والكابلات وخلاف. المطلوب فقط تزويدنا بالطاقة، ونحن مقابل هالاستثناء رح نعمر مستشفى تخصصي بمركز الناحية ونتحمل كافة مصاريف. ومثل ما بتعرف هالمستشفى رح يخدم كل سكان المحافظة. الحقيقة ما بيشبه العرض اللي قدمته مغري، بس تعرف في خطة وفي أولويات. سيادة الوزير، خطوط التوتر العالي على بعد عشرات الأمتار من الضيعة
وهذا بيعطي ضيعتنا بعض الأفضلية. يا سيدي إذا كان المستشفى مو كافي ليقنعكم بتزويدنا بالطاقة، أنتوا بتروحوا ونحن جاهزين. لا لا لا، المستشفى كافي وأكثر من كافي. يعني منقدر نقول إنه سيادتكم موافقين بشكل مبدئي؟ أنا من جهتي موافق، وأنتوا اللي عم تطالبوا فيه هذا واجب الدولة أصلاً. إنما مثل ما قلت لك، في خطة وفي أولويات. يا سيدي نحن بكفينا إنه سمعنا كلمة الموافقة من سيادتكم. وأنا رح أصدر أوامري لجماعتي منشان يبدأوا بإقامة المستشفى. شكراً، شكراً جزيلاً، مع السلامة. مري مري بك، أنت من بكرة بتأمن العمال وبتشتري عواميد الكهرباء والتليفون وبتزرعوها من محطة التوتر العالي للضيعة، وبتمشوا بزرع العواميد كمية متر بعد الضيعة. انت بتأمر معلم، بس انا ما فهمت عليك، يعني ليش لبعض الضيعة 100 متر؟ يعني اذا حدا من اهل الضيعة تساءل او استغرب بتخبروه انه الكهرباء والتليفون رح تمرق مقاطعة من خلال الرسلانية لضيعة كرم الضب، لانه فيها نائب بالبرلمان هو اللي عمل الواسطة مشان يمدد الكهرباء والتليفون لضيعته. ولا بأس اذا انتو بتشيعوا هالحكي من هلا بين الناس. مفهوم معلم. وانت يا محامينا العظيم بهالأثناء راح تاخد لنا موعد مع الوزير من شان ناخد الموافقة الخطية على الاستثناء. حاضر يا بيك. وبالنسبة لموضوع المشفى شو بتأمرنا نعمل يا بيك؟ بعد ما توصل الكهرباء والتليفون لضيعة الرسلانية بتبدأ إجراءات البناء، مو قبل. بالوقت الحالي بإمكانك تبلش بالإجراءات الحكومية والرخصة وبس. رح أبدأ فوراً يا بيك. اليوم بس فشيت قلبي. بس يا أغاي بيضلوا راشد أغا ابن عمه لأبي. لك يا مطيعة، الأغاوية ما لها قريبين. شو هالحكي يا أغاي؟ والله هيك رسلان آغا علمني. الأغوية يتيمة ما لأهل ولا بتعرف القرايبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو أخبار الفرس يا أغا؟ هلأ بس يخلص العذر رح أخذ أبو عبدو يجبر لرجلة. الحمد لله هيك حادث وتطلع منه برجل مكسورة، بس الحمد لله. والله يا سعاد لتدفعي حق الدم دم. والله اسمعوا يا حاضرين، دم راشد أغا ما رح أروح حدر. سامعين؟ الأغا يا وصلت يا أغا. تعالوا تقتل القتيل وتمشي بجنازتي. لا والله اوعى اوعى تعمل شي غلط. انا صرت اعمل عزا عندي لحتى ما تتحول، خاصة انه بيتكم ورا بيتكم. مالك شايف يا اغا؟ للرجال ما تموت تربوا، مالكم عليها دم. لا خاي جاي تعزي والعزا ما بصير دوج. يلا كن عائل وتقبل التعازي كاغا من اغا. يلا تأمر يا أغا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. والله رشاد آغا رجال، على الرغم من صغر سنه مبين عليه أرجل شباب هالعيلة كلياتها. لك عم بقول لك جن وكان بده يقتلني، هيك الشباب قالوا لي. بس خليل آغا هدا
بتلومي يا أغاية بتلومي، يعني دم فاير وأب مقتول، بس رجال الله يسلمه لشبابه. وأخوك محمود أغا؟ أغاية أنت عم تسألي عن محمود أغا؟ مو أنت اللي بعتيه يدرس بالجامعة الأمريكية؟ هي وصية المرحوم أبوك. يعني محمود أغا رجال بس لغير هالزمان، يعني عم يدرس هلأ ماجستير حقوق، حيتخرج هالسنة ويفتح محامي. الله يرحمك يا أغا، هو كان بده إياه يصير محامي، أنا كان بدي إياه يصير دكتور. الله يرحمه. تتذكري شو كان يقول أغاي؟ كان يقول المحامي أول خطوة بالسياسة، يعني كل هالمعارك والدم اللي خاضوه بيت رسلان أغا، محمود أغا بس ينزل على السياسة بكلمتين على ورقة بيعمل قدن بعشر مرات. غريب شلون صار صوتك مثل صوت المرحوم أبوك. والله أغاي، وأنا كمان حسيت إنه هذا الصوت مو صوتي، كأنه الأغا نفسه هو اللي عم يحكي. الله يرحمك يا أغا، مات قبل ما يشوف هالحلم. أستي دخيلك، منيح اللي مات أحسن ما يشوف اللي صار بعد موته. وشو صار بعد موته؟ شو صار؟ على مهلك أغاية، على مهلي. لا مو على مهلي، وحكيك مو لالله. تحبي نفتح دفاتر نحكي؟ يعني بدك تفتح الدفاتر؟ افتح الدفاتر. من شو بدي خاف؟ من اني اخذت حقي من بيت رسلان أغا؟ وطردتيهم واحد ورا الثاني، وطردتي بيت البيطار، وطردتي عيلتك كلياتها، وكملتيها بموت راشد أغا كمان. ولك لجهنم، سامعة؟ لجهنم. أغاية انتي ليش ما بتحبي بيت رسلان أغا؟ ليش؟ ليش؟ بكرة الزمان بيقلك ليش. وبيت البيطار مطيعة، ما خليتي منه اللي مخبر بالضيعة كلياتها، وأهلي كمان ما خليت واحد منه بالضيعة. ليش يا أغاية ليش؟ ما بتشتاقي له؟ إذا كان في واحد بيشتاق له بهالدنيا كلها غير محمود أغا فهو أخي مصطفى. الله يرحم زمانك يا مصطفى أغا، كان مكيع البر كلياته بس طق وهج من كتر أوامرك إله. خرسي خرسي وروحي ساعدي إخواتك، روحي. شو أبو عبدو؟ احكي. صلي على النبي يا أغا، صلي على النبي، أنا من زمان ما مدت إيدي على دابة. شف لي إياها بالطيب؟ الركبة بالطيب، بس طول بالك لفحص لك إياها. غريب، كيف نفديت؟ الحمد لله، الحمد لله. تعرف تعمل لها اللزقة؟ ولو يا خانو، أنا ما بعرف أعمل غير اللزقة والتشبيرة، هذا اختصاصي. على خيرة الله، يلا جهزها. انتو جهزولي العشاء ولا يهمك. جهزولنا عشاء راكز، ابو عبدو غالي. على عيني يلا. ابو عبدو غالي والفرس مو غالية. هلا مو وقتك، روحوا جهزوا العشاء يلا. على راسي. اهلين اهلين وسهلين. يلا ابو عبدو شوف شغلك. يلا على راسي. وينك يا ابني؟ ايوه. تعال نساوي اللزقة. يلا يلا. اغاي اغاي خديني معي. لك شو بدك بهالروحة؟ بغير جو ونتسلى سوا. اطلعي اطلعي. يلا ابو علي. امرك اغاية. خليك يا أغاي، خلينا نأجل الروحة لعند المحامي لبكرة، خلينا نتفتل شوي بالسوق لأنه أنا لازمني شي 100 غرض. منروح لعند المحامي بالأول بعدين مننزل على السوق، منيحة؟
يعني ما منأجل راحة المحامي؟ لك ما بتتأجل، شبكي الأوراق لازم تسجل والأرض لازم تتطوب قبل ما يصير شيء. شو بده يصير يعني؟ لك شو بيعرفني شو بده يصير؟ شو بيعرفني؟ يمكن رشاد يقلب على ختم أبوه وينكره. ياه شو ما في شهود؟ شهود؟ أنا شهود؟ ليش الشهود ما بينشروا؟ ليش لا يعملوها؟ عطف حنية. الولد يتيم يا حرام، صفي للأرض وأنا ظالمة وبدي أخذ منه العين الزرقاء. يا مطيعة الدنيا غدارة، لازم الوحدة منا تضل مفتحة دايما هيك هيك عيونها. الله يعينك يا أغاي على هالحياة. ليش؟ مثل ما أني شايفة إنك ما بتقدري تنامي وأنت خايفة من هالزمان. إذا ما بنام الليل وأنا خايفة من هالزمان، أحسن ما ضل فايقة بالليل وأنا مرعوبة من الزمان ومرعوبة من بكرة يلي ما بعرف إذا كان رح يجي ولا ما رح يجي. طيب طيب يا أبو علي حركنا هالخيل شوي، ما بدنا نتأخر على الباص. أصلاً أنتو كلكن فسدتكن هالزمان. بعدين هاللقلقة يلي عم نسمعها بالجامعة من هالأساتذة المرتاحة، نحن كل أساليب والحياة الغربية لا بتنفعنا ولا بتلزمنا. طيب شو برأيك اللي بينفعنا؟ المستبد العادل. وشلون زبطت معك هيبة؟ يعني مستبد وعادل مع بعض؟ كل عظم الدنيا يلي غيروا التاريخ مستبدين وعادلين. يوليوس قيصر مثلاً. بس قتلوه وخسروا المجد، ما تنسى هالشي أبداً. فيكن تتصوروا تاريخ البلاد من دون نابليون؟ من دون بطرس الأكبر؟ هلا انت عم تحكي عن الغرب، يعني نحن ما قلنا خصوصيتنا؟ لا استاذ، مثلنا مثلهم. تخيلوا لو بتاريخنا الاسلامي ما كان في عمر ابن الخطاب. بس عمر كان محاط بجماهير واعيه بتقدر توقف بوشه، وهيدا هو الشيء الرائع. مستبد عادل وجماهير بتقدر توقف بوجه وتقله والله لو راينا فيك عوجا لقومناه بسيوفنا. يا عيني عليك، هلا اقتنعت انه في شيء بكلامك من الصحه، يعني شويه صحه. شوي طبعا، لأنه وين الجماهير اللي كانت بتقدر توقف بوشه لهتلر ولموسوليني مثل ما وقف البدوي بوش عمر؟ إيه علي الحلال لو واحد منهم فتح تمه بكلمة ما كان شاف الضوء ليوم القيامة. صح محمود، صح، برافو. يعني هذا العالم إذا ما كان في دستور وقانون يمشوا كل الناس عليهم، يعني بهالوضع بتكوني أنت عم تستدعي حالة من الفوضى والقتل والدم، يعني حالة بدائية. برافو محمود، برافو. خبرت الوالدة؟ من شان شو؟ كانت قلها جايين لعندهم على العطلة. ليش نحن عنا تليفون؟ المكتوب إذا وصل لعنا على الضيعة بيكون كتر خير الله. لا يا محمود آغا، إني أحتج. هلا معقول بيت رسلان آغا وما يكون عندهم تليفون؟ فعلا نحن لصار لازم نركب تليفون. يعني كان صار لك خبر وحضرت الدبايح والعزايم. ماشي كله مزبوط. ايه وانا شو لازم ساوي؟ ولا شي، تعملي التوكيل وبتتوكلي على الله، وانا مثل عادي بأمن لك الطابة والأوراق وبجي لعندك على الضيعة مشان نكسر فنجان قهوة بمعيتك. قصدك الخروف ما هيك؟ ليش مو عجل؟ على عيني انت استعجل لي بالموضوع شوي، وان شاء الله نحن مثل العاده ما منقصش. لا يا خانم لا، هيك بزعل. من ايمتى نحن بنحكي هيك؟ مو انت فضلك دايم وسابق. ماشي، لكن نحن بانتظارك خلال اسبوع. ما بعتقد يا خانم تنتهى باسبوع، ان شاء الله 10 ايام. ايه 10 ايام 10 ايام، مثل ما بريد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، بامان الله، شرفتي. شبك يا امي؟ فكرتوا خالك مصطفى؟ خالي مصطفى كشكتي؟ مو خالك، مو خالي. ماشي ابو علي.
رجالها صندوق يتحدى قبالها عند السبق خيالها عند التحدي قبالها عند السبق خيالها عند التحدي قبالها ويل العدا يا ويل ويل العدا يا صالح لا معلم مصطفى هون تفضلوا انا دائما هون إلي شي 15 سنة ما شفته وما سألتي عنه؟ بلا سألت وأحياناً بتجيني أخباره من المسافرين والبياعين يعني بتعرفي وينه؟ لك بعرف بعرف آه يا مطيع عم فكر أعمل له شي زيارة مصالحة بكرة لما يرجع أخوكي محمود آغا من بيروت مناخده منروح منعمل له زيارة وبعدين منعزمه لعنا عالضيعة ومنعمل له حفلة مطنطنة شو رأيك؟ الله يسامحك يعني انت ليش أخذ عني هالفكرة أنا ما بعرف أنا كل اللي بشتغله إنه عندي شوية غنم ببعتهم مع هالرعيان ليرعون ونحن من لحمهم ولبنهم وصوفهم عايشين أبو الصيف مو على بعض الله يخليك نحن رجال معدلين ونفهم على بعض السيرجنت أيوب طلع من هالضيعة بفضيحة وتنزيل رتبة أنا بقى تفضل تفضل مو ناشد يسلموا إيديك أنا بقى ماني مستعد أطلع من هالضيعة لا بفضيحة ولا بتنزيل رتبة إن شاء الله ما بصير إلا كل خير بدك تلم الدخان وتهربه ما عندي مانع هي عم بقلك إياها بصراحة تهريب؟ شو تهريب مونا شطان؟ الله ما بيني وبين الحرام هلأ ما بدنا نبطل لعب الكلام؟ أنا عم بقول لك هرب أنا مو مثل السيرجنت أيوب أنا ماني حنبلي أصلاً أنا قدم طلب لحتى أجي على الحمدانية وهي عم بقول لك ياها بصراحة هرب بس شو؟ بس حصتي وحصة الشباب من رأس الكوم خوة يعني ضريبة ضريبة الناس مو بيدفعوا ضريبة للحكومة هاي أنا الحكومة بتدفع لي وللشباب ضريبتنا من رأس الكوم اتفقنا؟ يا سيادة المساعد حضرة المساعد يا مون أجوتان هيك أحلى ما اللي بريحك شوف مون أجوتان أنا لا بهرب ولاني قبل الليل ولا بدفع خوه يعني أكبر جريمة برتكبها إنه أنا بفلت هديوك لحتى يتناقروا ويتداموا مع بعض هي أكبر جريمة تتفرج معي؟ هي آخر كلام؟ فلتوها لحتى نتفرج أبو الصيف الأسود والرزي يا شباب أبو الصيف أنا خايف تكون ما بتعرفني منيح وأنا خايف كمان تكون ما بتعرفني مشان نكون واضحين أنا معرفتي غير شكل عن كل شي دركي قابلته بتاريخ حياتك مون أجوتان أنا غير كل أصحاب الخنم اللي بتعرفهم بحياتك مشان هيك شو رأيك نحلها بالتفاهم حلها بيناتهم ليكن هي قدامك أكيد اسأل هي البر كله قدامك عريف حمد رح تشربوا قهوة؟ إن شاء الله بتشربها عندي أبو صالح حاضر معلم بدي اديك الأسود على العشاء يا
صدر انضرس ما بتشبع وما بتشتفي ما بتشتفي يا مهندس ويا وافي عدربي خفي علي قالوا قدك قلبي يا القلب من قيد النساء ده إلا ساعد القلب من قيد النساء ده إلا ساعد شاف الهوى شبهي لا يهرب طار فاري ارمي الحطب فوق اللهب خلي الغضب يشعل غضب وسعونا من كاس الأسى وقلب